هم كان الاخوان المسلمين هم اللي خلقوا هذه الظاهره اللي هي بعتقد لو كملنا شويه هينتج عنها نوع من التفتيت. التفتيت لن يدوم لان ده ضد طبيعه الشعب المصري، لكن اعتقد انها ظاهره ليست طيبه. وكان اقدر بالتيار الاسلامي هو الحقيقه هم صعدوا خلال الاسبوع اللي فات، صعدوا تصعيد افرز ما نحن فيه الان. ولكن في كل الاحوال بكره لما تعلن النتيجه بعتقد ان اذا في سيناريوهين باختصار شديد، اذا نجح دكتور مرسي وانا اتمنى له التوفيق، ف جايز تكون الامور اهدى شويه. لو نجح الفريق شفيق بعتقد ان مش من عندي بقى، من كل التصريحات اللي قالها قاده الاخوان المسلمين خلال الفتره اللي فاتت، هنحرق مصر، هندمر، هنصرع المسلح، احنا عندنا سلاح، احنا عندنا الكلام اللي احنا سمعناه كله طول الفتره اللي فاتت. لكن في كل الاحوال بعتقد ان هم لازال فيهم عقلاء، لان مصر لا يجب انها تستباح بهذه الطريقه. طيب دكتور عصام، على ذكر العقلاء، يعني ايضا يراهن الكثير من المصريين على وطنيه التيار الديني في مصر، هم مصريون في النهايه، ولا يتصور عقل انه مصري يعلن ويخطط لحرق وطنه. فربما يكون بيرى البعض انه هذه التصريحات التي خرجت من بعض رموز التيارات الدينيه ربما خرجت في لحظه غضب، ربما خرجت في لحظه حماس، ربما خرجت في لحظه انفعال، لكن في النهايه يراهن الكثير من المصريين على وطنيه هؤلاء، هؤلاء مصريون، ولا يستطيع عاقل ان يفكر انهم يقدموا على حرق الوطن بايديهم. طبعا باكد على كلام حضرتك ان دول طبعا فصيل وطني وفصيل يعني يتمتع باداب الاسلام واخلاق الاسلام، واكيد الكلام ده كان في لحظه غضب. بس الحقيقه برضو ممكن الكلام اللي قالوه في لحظه غضب ده يستدرج شباب متهور، ممكن ياخذ الكلام ده بمأخذ الجد، وممكن يحمل السلاح ويعرض نفسه للخطر ويعرض البلد للخطر، لان التصريحات كانت الحقيقه رنانه، وده هيبقى صدام بين الجيش وبين الشعب، كان الشعب هينحاز لهذا الفصيل. وانا بحب ارخ لحاجه الحقيقه بتثبت نظريه المؤامره او فكره المؤامره، ان حتى الاخوان ومصر كانوا مستهدفين، لان كان في حفل استقبال في السفاره الامريكيه، ومجموعة من القوى الليبرالية كانت بتحتفل مع هيلاري كلينتون في مصر في العام الماضي، وقالوا لها بالحرف الواحد خلصونا من الإخوان المسلمين. وأنا لما سمعت الكلمة دي وعارف مين هم الأشخاص دول، استغربت إيه الآلية اللي هيلاري كلينتون تطالب بيها خلصونا من الإخوان المسلمين. فأنا أكاد أجزم أن الإخوان المسلمين للأسف بلعوا طعم أنهم استدرجوا للتعالي واستدرجوا لرفع التهديدات، وانا واثق انهم انقى واطهر واكثر وطنيه من فصائل اخرى، انهم استدرجوا لرفع هذه الشعارات حتى تحترق مصر ويحترقوا مع مصر، لان لو حصل حاجه لمصر هم برضو من الفصيل اللي هيلام على هذا الحريق واللي هيحترقوا معاه، فيبقى كده ما عادش في حاجه اسمها اخوان مسلمين، وممكن مصر يحصل فيها شويه اضطرابات، بس مصر ان شاء الله ربنا يحفظها. فانا اتمنى أن أتوافق جميعا على تقبل النتيجة مهما كانت، ينجح زي ما الدكتور سعد قال، ينجح الفريق شفيق أهلا وسهلا، ينجح الدكتور مرسي أهلا وسهلا، ونلتف حول الرئيس القادم، لأنه مش طرف، ده مش جاي عشان يتدلع ولا جاي عشان يسكن قصور، ده جاي وفي تركة كبيرة محتاجة كلنا نقف جنبيه. فأنا أتمنى أن يكذبوا هذه التصريحات، وأن لا يتركوا الفتة تحدث، واحد يندس عليهم ويعمل نوع من التفجيرات او نوع من الاغتيالات وتلصق بهم ويصاموا بهذا العار يعني. طيب دكتور سعد، دعنا نوسع الاطار قليلا وايضا نتصور المشهد القادم خارجيا. الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا غير بريء، بل دور وصفه الكثيرون بأنه دور إجرامي في المنطقة العربية وتحديدا في مصر أيضا. كيف ترى شكل العلاقات أيا كان المرشح الذي سيفوز بالانتخابات غدا، إذا كان الدكتور مرسي أو إذا كان الفريق شفيق؟ هل تعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية ستظل كما هي، ستظل مصر حليفة للولايات
المتحدة الأمريكية أم ستتوجه مصر إلى حلفاء آخرون، حلفاء حموا دولة مثل سوريا، الصين وروسيا، وقفوا وقفة قوية في مجلس الأمن ورفضوا أن تضرب سوريا. وهناك تصريح اليوم لوزير الخارجية الروسي قال لن نقدم تبريرات للولايات المتحدة الأمريكية لتسليح روسيا سوريا عفوا، ولن تضرب سوريا عسكريا. التاريخ بيقول في تاريخ السياسي بيقول ان دائما العلاقات الروسية على مدار تاريخها لم تكن بالقسوة ولا بتطلب مقابل زي الولايات المتحدة. وامريكا فيها مثل بسيط معروف، مثل شعبي، لا تقدم وجبة مجانا. نو فري لانش. ده يعني ده مثل امريكي. اذا احنا بنقول ان العلاقة الامريكية بالمنطقة او بغير المنطقة والعلاقة الروسية بالمنطقة مختلفة. التاريخ بيقول والتجربة بتقول ان الامريكان مختلفين عن الروس. والمشهد قدامك النهاردة لما حاولت امريكا بوست استماتت هي والغرب خاصة فرنسا والمانيا لجهاد سوريا، وقفت روسيا الحقيقة موقف جيد. واحنا النهارده امبارح زي ما بتقول التصريح بتاع النهارده بتاع وزير الخارجيه الروسي، ومن قبلها خلال الايام اللي فاتت دي حاولوا الضغط على روسيا وعلى الصين لتخلي عن سوريا، لكن هناك رفض لان معروف ليه هم عاوزين سوريا. وانا بعتقد ان هم مش هيتخلوا عن سوريا. وده الفرق، ان انت عندك حليف بيساعدك وهناك حليف بيتآمر عليك. لازم ناخد بالنا ان الوجود الروسي مختلف، اسباب الوجود الروسي في المنطقه لمصلحه، لكن الوجود الامريكي في المنطقه ليس لمصلحه، للاهداف اكبر بكثير من المصلحه المتبادله. وانا بقول ان شكل العلاقه الفتره اللي جايه، مصر مش دوله صغيره، احنا بنتكلم على مصر زي ما قال النهارده الله يمسيه بالخير الدكتور الجنزور، الحقيقه كان وطني جدا في، وهو ليست غريبه عليه الوطنيه الحقيقه، لما اتكلم على مصر اللي جايه وايه اللي المفروض يكون. الحقيقه اتكلم بوطنيه، انا بقول ان مصر هي دي نموذج الجنزور زيه كتير الحقيقه في مصر. لن يحدد شكل العلاقه او الاجنده الا ابناء مصر. لامتى هننتظر لما الامريكان يعملوا اجندتهم ويطبقوها عندنا؟ نعم. انا بعتقد ايا كان اللي جاي الاجنده المصريه مهمه جدا، وخاصه ان لديك مصادر القوه والقدره ما تستطيع انك تفرض به نفسك على العالم الخارجي. طيب دكتور عصام، سؤالي الاخير لحضرتك، في بدايه التسعينيات تحدث جورج بوش الاب عن النظام العالمي الجديد. هذه الايام قال ايضا متحدث باسم وزاره الخارجيه الروسيه انه النظام العالمي الجديد مرتبط بالاوضاع في المنطقه العربيه، اذا استقامت الاوضاع في سوريا سيتغير الشكل الذي رسمته الولايات المتحده الامريكيه للنظام العالمي الجديد، واعتقد ان ذلك ايضا ينطبق على الاوضاع في مصر، اذا استقامت الاوضاع في مصر ربما يؤجل او يتغير شكل النظام العالمي الجديد، كيف ترى هذا التصريح وكيف؟ والله الحقيقه دي يمكن انا خرجت في اكثر من برنامج بادعو للشعب السوري ان يهرب من هذا الفخ اللي استدرج ليه، واللي يحصل تقاتل بين المواطن وبين الجيش او بين فصيل معارض وبين الجيش. يجب ان الشعب السوري يدرك انه يستطيع ان يحل كثير من مشاكله على دائرة الحوار. بلاش نستدرج بهذا الفخ، لان سوريا دولة محورية. حضرتك عارفة ان يعني كان دايما تاريخيا يقولوا مصر فيها الجيش الثاني والثالث، كان الجيش الاول دايما هو الجيش السوري. فاحنا نتمنى ان الجيش السوري يظل درع للأمة العربية، وان دايما يعني نتمنى الا يحدث هذه المجزره اللي بنشوفها في سوريا، وان يحلوا مشاكلهم بقدر من الحوار. وانا شايف ان لو فلتت سوريا من هذا الفخ، فخ الحرب الاهليه، ومصر الحمد لله ربنا يحفظها، انا شايف الاستراتيجيه الامريكيه والسياسه الامريكيه هتتغير، وهنزور الامور برؤيه اخرى. يعني في النهايه بتوجه ليك بالشكر دكتور عصام النظامي، عضو بالمجلس الاستشاري، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. وايضا بتوجه بالشكر لضيفي الكريم الدكتور سعد نظام، مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه واخلاقيات الاتصال، شكرا يا دكتور. ومشاهدينا الكرام، نذكركم ان غدا هي نتيجه الانتخابات الرئاسيه، غدا سيعلن اول رئيس لجمهوريه مصر العربيه رئيسا باختيار حر للشعب المصري. ندعوكم جميعا الا تتحيزوا لفصيل، ندعوكم جميعا الا تتحيزوا لشخص، بل تحيزوا للوطن، تحيزوا لامن واستقرار مصر
تحيزوا لمصر الوطن التي وصفها الله بكنانته في الأرض، من أرادها بسوء قسمه الله. لكم تحياتي وإلى اللقاء.